ضمن فقرة ترويج والتي تأتيكم كل يوم ثلاثاء، باقة متنوعة من البرامج تشاهدونها على شاشة قناة الظفرة، وللترفيه والتسلية حصة في هذه الباقة، برنامج تحدي الآباء، برنامج ترفيهي مسلي مختلف في الشكل والمضمون. المزيد من التفاصيل عن برنامج تحدي الآباء في التقرير التالي. برنامج يجمع الحب والتحدي بين الآباء والأبناء، إنه برنامج تحدي الآباء الذي يعرض حالياً ضمن الدورة البرامجية لقناة الظفرة. تحدي الآباء برنامج عائلي ترفيهي يقام في أول حديقة مائية كبيرة وعملاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ياس ووتر وورد أبوظبي. هذا البرنامج اللي يجمع الحب والتحدي بين الأبناء وأبائهم. تقوم على تقديم البرنامج الفنانة شادية التي تضفي بخفة ظلها وطرافتها جواً من المتعة والحماس. يجتمع في تحدي الآباء روح المغامرة والتحدي والترفيه بين فريق الآباء وفريق الأبناء، حيث يتنافسون في الألعاب المتنوعة التي تحتاج إلى مهارة وروح رياضية عالية. يتنافس الفريقان في سلسلة من المباريات التي قد تبدو بسيطة ولكنها تحتاج إلى تركيز وسرعة وقدرة تحمل. هذا ولدي، يلا البيت، ما بيصير، يلا البيت، ما بيصير، خلاص. برنامج تحدي الآباء فريد من نوعه ويحمل طابعاً مختلفاً عن غيره من برامج المنوعات والمسابقات في الشكل والمضمون، يعتمد على المواقف الطريفة والمضحكة والألعاب المتنوعة، فضلاً عن إيقاعه السريع والخفيف. هلا عمي، هلا. هو الفريق وصل وبيجمع الحين الصور. عروض التسلية والترفيه تشاهدونها في برنامج تحدي الآباء الذي يعرض كل يوم جمعة الساعة 7 مساءً، لا تفوتوا مشاهدته.